دكتور عبد المعز ليلى رجل الأعمال المعروف ورئيس اتحاد الطلاب العرب بجامعة نيويورك سابقا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. جامعة لونج أيلاند. أهلا يا فندم. لونج أيلاند. إذا أنا المخطئ. أنا المخطئ، حقك عليا. آسف يا دكتور. إزاي الحياة؟ كله تمام؟ خليني الحمد لله رب العالمين. احنا في عيد حقيقي، الانتخابات دي بالنسبه لنا بتبقى عيد، لان احنا بنحاول نوري الناس كلها مين هم المصريين. صحيح. كل طوائفهم معارضه، يعني مميزين، كله بينزل وكله لازم ينزل. احنا في وضع لازم كلنا نبقى ايد واحده. ده مظبوط مما لا شك فيه. طيب انا هنا عايز فعلا اطلع على بدايات المشهد الانتخابي. يعني الانتخابات هتبدا عند حضراتكم اول الشهر، احنا بنتكلم فاضل لنا 5 ايام تقريبا. ده حقيقي. ده حقيقي. الاستعدادات ايه؟ ويا ترى هل ترى يعني اخواتنا اللي موجودين بالولايات المتحده الامريكيه جاهزين للذهاب الى صناديق الاقتراع وما الى ذلك؟ انا عارف ان في مؤتمرات وعارف ان في لقاءات حاشده. يعني احنا بصراحة زي ما بيقولوا وي كان ويت، يعني احنا مستنيين على فارغ الصبر ان احنا نروح وندي اصواتنا. وده حق، يعني ده حق الدستور كتبه لنا كلنا، لكل واحد، لكل مصري، بنأمن ان احنا ده حقنا. ده مش حاجة ما حدش عطينا الحق ده، ده احنا ده الحق بتاعنا. لازم كل واحد يروح ويدي بصوته، مهم جدا. واحنا هنا مستعدين في بروكلين وكوينز ولونج ايلاند وجيرزي، كلنا مستنيين الوقت علشان نروح وندي الاصوات دي.